بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم. لشهر رمضان مكانة كبيرة جدا وذكر في القرآن الكريم مرات عديدة. النهاردة هنحتفي ونحتفل بقدوم شهر رمضان الذي هل علينا هلاله خلال أيام قليلة يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان. فالنهاردة احنا بنحتفل في آخر حلقات بوضوح قبل الشهر الكريم بقدوم الشهر في حوار اعتدناه دائما مع فضيلة العالم الجليل الشيخ رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف، وأيضا مشرفنا المنشد الشيخ محمد السوهاجي. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ رمضان. شيخ سواجي كل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير وصحة وسعادة دكتور عمرو، شكر الله لك وأحسن. أهلا بشيخ رمضان في مطلع شهر رمضان. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج بوضوح على شبكة تلفزيون الحياة، بتقديم الإعلام المتميز والأخ الحبيب الدكتور عمرو الليثي. طبعا تحية من القلب، تحية حب واحترام وتقدير للدكتور عمرو ولحضراتكم والأخي وحبيبي المنشد والمبتهل الجميل، وهو من أهل القرآن لمن لا يعلم. الله يكرمك. بعض يظن أنه هو بس منشد أو مبتهل، هو كمان الشيخ محمد. أنا خلاص هعمل معك اتفاق، أنت هتقدم بوضوح من دلوقتي وأنا هقدم الكلام الطيب كل جمعة. أنا بس عايز أقول للسادة المشاهدين طبعا الشيخ رمضان هيكون معنا كعادتنا في رمضان، هيكون معنا كل يوم جمعة إن شاء الله على خير الكلام إن شاء الله في الكلام الطيب إن شاء الله، وهينورنا ويشرفنا. نبدأ بالشيخ السواجي. طبعا بداية جميلة. الله يرفع عليك. ربنا يكرمك. يعني ويعني الحقيقة يعني مولاي دي من يعني التواشيح الجميله اللي اعتدنا عليها سنوات طويله، يعني فانت احييت حاجه جميله جدا. الشيخ نصر الدين طوبار، الشيخ سيد النقشبندي. النقشبندي مولانا كل سنه وحضرتك طيب. عايزين بقى يعني نبدا نحط كده خريطه العمل بتاعتنا في رمضان، هنعمل ايه؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم يا اكرم من سئل ويا اجود من اعطى، يا من امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، بلغنا اللهم جميعا شهر رمضان وأعنا فيه يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلينا نمشي نقطة نقطة مع مشاهدينا الكرام في حديث القرآن. لما حدثنا عن شهر رمضان حضرتك تفضلت بالآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قبليها أيتين، آية بتقول يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعديها بعد الآية الأولانية دي أياما معدودات قبل ما يقول لنا شهر رمضان. فأنا عايز كل أخ كريم كل أخت كريمة يعني يعمل عقله وقلبه في كلمة أياما معدودات. عارف حضرتك يا دكتور عمرو لما بعض الشركات المعلنة عن منتج عندها فعملة تخفيضات فيقول لك إيه العرض ساري لفترة محدودة، يتلحق يا ما تلحقش، صح ولا لا؟ صحيح. يعني لازم الأول نكون مستشعرين إنه أنا ما عنديش وقت تاني. ربنا يبارك في أعماركم جميعا، هيجي لنا رمضان تاني غير ده؟ الله أعلم. الله أعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي منحة، دي فرصة مش هتتعوض، أي حاجة تانية تتعوض. ربنا أخذ العهد والميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أمانة في رقبتي لازم أقولها لأحبابي. أي حاجة تتعوض، أي حاجة إلا شهر رمضان. يعني اللي ملحقش يعمل حاجة في شهر رمضان يعملها في شوال في ذي القعدة، لكن احنا ما عندناش ليلة قدر خير من ألف شهر إلا في شهر رمضان. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 8 أبواب وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فأنا عايز أنا والمشاهدين الكرام وانتم معانا نحط نفسنا قدام هذا الأمر، ده أمر عظيم يا حضرات. القرآن قال أياما معدودات مش هتتكرر، فرصة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا احرص على ما ينفعك. لو ما كلتش كنافة وقطايف في رمضان أكلها بعد رمضان مش هتخلص، السوق ما بيخلصش، صح ولا لأ؟ صحيح. لو فاتني حلقة مسلسل برنامج كله يجي بعد رمضان،
اليوتيوب ما خلاش، والقنوات هتزعل مني، وعمالين يقول لك مسلسلاتك عندنا ورمضان احلى عندنا. رمضان احلى مع الطاعات. اول حاجه النبي كان يعملها ايه عليه الصلاه والسلام؟ اول حاجه على الخط، اول حاجه خلاص احنا عرفنا اهميه الشهر، ما عنديش وقت اضيعه، اي حاجه تتعوض بعد كده الا شهر رمضان. اعمل ايه يا رسول الله؟ كان النبي يستفتح الشهر بالدعاء فيقول: اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى. عشان تعبد ربنا يا دكتور عمرو وتصوم وتقوم الليل في رمضان وتتصدق يلزمك توفيق من ربنا. صحيح. صح ولا لا؟ سيدنا شعيب بيقول ايه؟ وما توفيقي الا بالله. نعم. عليه توكلت واليه انيب. عشان كده كان النبي عليه الصلاه والسلام بعد كل صلاه يقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لان لو ما فيش معونه من ربنا مش هنقدر نعمل حاجه. طب نعمل عشان التوفيق ده يتم. طيب جميل. يبقى رقم واحد الدعاء. لما نقرا في احاديث الصيام هنلاقي حاجه جميله قوي. ربنا بيقول في الحديث القدسي عن الانسان المؤمن اللي هيصوم، ربنا بيقول عنه ايه يا دكتور عمرو؟ يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. كلمة لأجلي دي تديك إخلاص، يعني دخل علينا رمضان أجي أقول لك: ها نيتك إيه؟ والله يا رب، والله أنت عالم نيتي، أنا نفسي أصوم صح وأصلي صح وأقوم الليل صح وأقرأ قرآن صح وأتصدق صح وأدعوك صح. الجدول اللي احنا هنقوله لمشاهدينا الكرام: أخلص النية لله. لما تخلص النية لله ربنا هيعينك. مش انت بتقول لي عايز توفيق، يجي لي ازاي؟ افضل ما نزل من السماء هو التوفيق، وافضل ما صعد الى السماء الاخلاص. طلع اخلاص ينزل لك توفيق. اظن دي سهله، لان ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا. طبعا الشيخ محمد يعذرني ان انا صوتي مش زي صوته، يعني صوتي مش زي صوتك. العفو. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نعم. شوف أنت مطلع خير وأنا ناوي يا رب. اللي 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 مقصر، اللي قصر في حق نفسه نقول له جات لك الفرصة بقى. رغم أنف عبد أي خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. نعم. أنا بشبهها تشبيه بسيط قوي. حضرتك لابس قميص أبيض وأنا لابس قميص أبيض. نعم. مش برضه بدل رمادي بدل رمادي. دي يعني عشان تعرف ان انا بحبك. انا بحبك، انت عارف بحبك قد ايه. القميص ده بعد ما بنخلص بنروح البيت نحطه في الغساله، بيتغسل عشان يطلع ايه؟ نظيف. تخيل ان الغساله ما بتغسلش، القميص ده يبقى حلو. الحديث في صحيح الامام مسلم النبي يقول: الجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. دي محطة عشان أتغسل. أنا عايز أخش رمضان أتغسل، أقوم أخش رمضان بذنوبي؟ يعني أخد ذنوب معايا في رمضان؟ أو مع أعصي ربنا في رمضان؟ لا، رمضان مش بتاع الكلام ده. رمضان رقم واحد دعينا ربنا أن يهل علينا بالخير، ماشي. رقم اتنين أخلصنا النية لله عشان يوفقنا. رقم ثلاثة جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. يعني صيام نهار رمضان فرض، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. إيه هو الصيام بقى؟ هل هو امتناع عن الطعام والشراب فقط؟ هو الأكل والشرب حرام؟ ده حلال. هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، شهوة اللسان، ما تكلمش عن حد، ما اغتبش حد، ماليش دعوه بالناس. رمضان وحش، ربنا اللي هيحاسبه مش هيحاسبك عليه. انما لو انت اتكلمت على رمضان مالكش عذر امام الله. يمكن انا وحشت دي ليا عذر قدام ربنا، يمكن اروح في الاخره ربنا يقول انت كنت وحش ليه؟ اقول له اصلي انا كانت الظروف بتاعتي كيت وكيت وكيت، فالله يقبل عذري. انما اللي اغتبني ربنا يقبل عذره ليه؟ مالك انت ومالي؟ لما القرآن يقول لي: ولا يغتب بعضكم بعضا، الموضوع انتهى خلاص.
لا يغتب بعضكم بعضا، ليه يا رب؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرتم في حد يروح للمقابر يطلع جثة واحد ياكله؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو أنا اللي بقول، ربنا بيقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يبقى فكرهتموه، يبقى صيامي امتناع عن الطعام والشراب ليس فقط، والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الإطار: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا رجل ده أنا لو مضيت لواحد زميلي ما جاش الشغل دي شهادة زور، أعملها إزاي وأنا صايم؟ ولا حتى وأنا مش صايم أعملها إزاي؟ يعني تخيل ان اخويا الشيخ محمد السوهاجي ما جاش النهارده قناه الحياه، امضي له انا ان جه قناه الحياه؟ طب اقول لربنا ايه؟ دي شهاده يعني نمتنع عن ايه في رمضان؟ نمتنع عن ايه في رمضان وغير رمضان الحقيقه يعني، بس في رمضان تحديدا شوف بمنتهى البساطه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ربنا هيسالني عن سمعي؟ في اغلى عندنا من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا. ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم، اي ان رسول الله لا يسمع الا الخير، ما يسمعش حاجه وحشه. بمعنى يقول الصحابه: لا يخبرني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج عليكم وانا سليم الصدر. لازم يا دكتور عمرو ابقى كده وحضرتك تبقى كده، يجي حد يقول لك فلان قول له لو سمحت، هتقول لي كلمة حلوة؟ أهلا وسهلا، أنا مش عايز أسمع حاجة عن حد. أدي السمع. طب والبصرة؟ لما يقول لي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى أغض بصري، أغض بصري. ربنا بيقول للنبي: ولا تمدن عينيك، ما تبصش يمين وشمال هتتعب. طيب ولما يقول لي ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. يبقى ضبط لي اللسان وضبط لي السمع وضبط لي البصر وضبط لي الفؤاد. ما هو انا لو اللسان منضبط والسمع منضبط والبصر منضبط تلقائيا القلب حينضبط. صحيح. لان رسول الله علمنا: لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاذا استقام اللسان استقام القلب، يبقى صيام منضبط. طب يا رسول الله اعمل ايه؟ قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا تعلي صوتك ولا تشتم حد ولا تلعن ولا تقول إيه اليوم اللي ما طلعتلوش الشمس ده، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. أدى الصيام. الأخطر بقى، طب الحمد لله هنصوم، طب وقيام رمضان بقى؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم إيه من دم. السؤال يا دكتور عمرو، هي ليه الناس بتتخيل انه رمضان نهار بس؟ يعني والله صدقا انا بتكلم بجد، ليه الناس بتتخيل؟ اصل ده سؤال احيانا انا بفكر فيه بتحير. فطرنا بقى خلاص بقى صح؟ لا يعني هو بيجي في نهار رمضان تحس ان ماشي جنبك الامام الشافعي، الامام ابو حنيفه، السبحه والمصحف والهدوء، خير وبركه على العين والراس. اول ما مدفع الافطار ها ربما يفطر على محرم، يعني ربما يقول لك ايه اديني سجاره على يا اخي. طيب يجي بقى في ليل رمضان يقول لك الشيشه الرمضانيه، استغفر الله، انت بتجيبوا تهمه رمضان. احنا نعرف القران الرمضاني، التراويح الرمضانيه، زكاه الفطر الرمضانيه، انما ما نعرفش الشيشه الرمضانيه دي، ما تجيبوش تهمه رمضان. طب ايه رايكم بقى انه ليل رمضان اخطر واقوى واعظم من نهار رمضان؟ ليه؟ هو القرآن أنزل بالليل ولا بالنهار؟ إن أنزلناه إيه؟ في ليلة القدر. في ليلة القدر. وفي موضع آخر في القرآن: إن أنزلناه في ليلة مباركة. نعم. الإسراء والمعراج كان إمتى؟ بالليل ولا بالنهار؟ ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في نص شعبان بنحتفل بالليل ولا بالنهار؟ ليلا. ليلة النصف من شعبان يغفر الله لجميع الخلق إلا المشرك والمشاح. نعم. لا يغفر لهم. طيب ليل رمضان في الليل ينزل الله الى السماء الدنيا. الله يسترك. نعم. مش انا بقول لك قعدتك مع المشايخ خلتك شيخ. شكلك مولانا. شكلك انت اللي هتقدم برنامج خير الكلام واجي انا اقدم موضوع. تنور. الله يسترك. يبقى الليل ارجوكم يا حضرات
إن أنا عندي عمل النهار الصيام مع عمارة الأرض، وعمل الليل القيام مع تلاوة القرآن. خذ الحديث ده بقى عشان أنا عارف أنك عايز يعني. لا أنا عايز أعرف القيام اللي هو عبارة عن إيه. هقوله لك دلوقتي. صلاة التراويح فقط. بالضبط. التهجد إيه بالضبط. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن في اتنين يشفعان للعبد يوم القيامة، اللي هو الصيام والقرآن. هيجوا قدام ربنا وكأنهم شخوص، كأنه بني آدم بيتكلم يعني. شوف الصيام هيقول إيه، وشوف القرآن هيقول إيه. يقول الصيام: أي ربي يا رب، منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فيشفع الصيام. ويقول القرآن: أي ربي يا رب، منعته النوم بالليل. يبقى كان الزبون ده بيعمل إيه بالليل؟ بيقرأ قرآن. فيقول القرآن: أي، شوف الحديث وجماله، أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع القرآن. يبقى أنا بالليل يا بصلي التراويح يا بقرأ قرآن. طيب صلاة التراويح والله إحنا ممكن نصليها 11 ركعة. غالب تراويح النبي كان يصلي 11 ركعة، حتى أمنا عائشة تقول: ما زاد رسول الله في غيره ولا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. كان يصلي 8 ركعات مثنى مثنى، 2 2 يبقى كده 4، بعدين ترويحة خفيفة، بعدين 2 2 يبقى كده 8، وبعدين يصلي الوتر 3 ركعات. يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثالثة قل هو الله أحد، أو قل هو الله أحد ذو المعوذتين. طيب أدا دي اسمها تراويح. ليه تراويح؟ تروح عشان الترويحة اللي بنقعدها ما بين الأربع ركعات وما بين الأربع ركعات. طيب مش ممكن نصليها 23 ركعة زي الحرمين الشريفين؟ نعم. مثلا أو خير وبركة صلي 23 ركعة. نصليها بجزء؟ ممكن. ممكن أصليها بجزء، بربع جزء، ممكن أصليها بنص جزء، أربعة أرباع، بصور قصيرة ممكن. بالضبط. بس المهم صليها. المهم صليها لوجه الله، ما فوتش ليلة. لا، هناك انطباع مثلا في صلاة التراويح تحديدا ان لازم تصليها جزء عشان تكون تامة، البعض يقول كده. لا هو ربنا سبحانه وتعالى لما تحدثنا في القرآن عن قيام الليل وسورة المزمل شرحت لنا السيناريو ده، ربنا قال ايه سبحانه وتعالى: علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، ناس عندها شغل الصبح، واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. شوف القرآن يقول لي، شوف القرآن وجماله، كل واحد وظروفه. في واحد عنده شغل مبكر يعني لازم اصليها بعد العشاء على طول، ولا ممكن لغايه امتى اصلي التراويح؟ والله قيام الليل ربنا قال ان ناشئه الليل، وده برضه جه في سوره المزمل بالمناسبه، اي الصلاه التي تنشا بالليل، اللي بتبدا لي من بعد العشاء لحد مطلع الفجر. يا حضرات، من بعد صلاه العشاء حتى مطلع الفجر ده اصلي قيام الليل في اي وقت. والله صليت بعد العشاء على طول خير وبركة، صليت في منتصف الليل خير وبركة، صليت في الثلث الأخير من الليل والله خير وبركة. طب وبركة مش دي التهجد يا مولانا؟ نعم. الثلث الأخير دي مش التهجد؟ ده لو ربنا بيقول لسيدنا النبي: ومن الليل فتهجد به إيه نافلة لك. بس كل ده يندرج تحت إيه؟ قيام الليل. حتى لما نقرأ في سورة المزمل بيقولوا إيه: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. كل ده اسمه إيه؟ قيام الليل. اللي بعد العشاء عشان فيها ترويحة كده سميناها التراويح، وبالليل اللي قبل الفجر عشان بنريح شوية نقوم نتهجد فسميت التهجد. سواء تهجد سواء تراويح، الاتنين دول تحت مظلة قيام الليل. اللي قيام الليل ده أقله ركعتين، أقله ركعتين مع ركعة وتر، وغالبه كان النبي بيصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة زي ما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها. طبعا قيام الليل ده أقول لكم على حاجة، سر من أسرار قيام الليل، سر واحد من أسرار قيام الليل: مطردة للداء من الجسد. اللي تعبان، اللي مريض، عنده مرض، يقيم الليل ويداوم على قيام الليل في رمضان ولا في غير رمضان بالنية دي. النبي قال كده: مطردة للداء من الجسد. وكمان بيطر ودأب الصالحين قبلكم. انت بتشترك في عمل النبي بيعمله عليه الصلاة والسلام. طب ايه رأي حضرتك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ مين اللي بيقول لك؟ مين اللي بينادي عليك بالاوقات دي؟ مين اللي بينادي في الجامع يقول ده ان في اذان؟ مش المؤذن؟ يبقى الصلوات الخمس
اللي بينادي بهن المؤذن. نعم. طيب قيام الليل اللي بينادي بربنا. الله الله يا الله. والله قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. دي ملهاش حل. أقول لحضرتك على حاجة، سر من الأسرار، من أهم عوامل النجاح، والله يا حضرات دي هدية لكم ورب الكعبة هدية لكم. الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام أول 5 آيات نزلوا عليه اقرأ صح؟ بعدها رجع لأمنا خديجة يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، فنزل: يا أيها المزمل. توجيهات بقى. أول حاجة قم الليل. عايز ربنا يكرمك وتنجح، استعن بقيام الليل. وإيه كمان؟ ورتل القرآن، ترتيل القرآن الكريم. وإيه كمان؟ واذكر اسم ربك. وإيه كمان؟ وتبتل إليه تبتل، اعمل جزء 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 من وقتك كده انقطاع لعبادة الله. وإيه كمان؟ فاتخذه وكيلا، توكل على ربنا. اقرأ أول سورة المزمل هتلاقي روجيت التوجيهات ربنا قالها للنبي قبل، وهو بيقول له في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مهمة الدعوة مهمة تقيلة قوي، بس ربنا قبل ما يقول المهمة الثقيلة دي اداله التوجيهات اللي بيه حضرتك ما تتعبش في الدنيا. هات لي واحد بيقيم الليل، بيقيم الليل ويقول لك انا تعبان. ركعتين في جوف الليل. شوف اقول لك على حاجه، احنا كلنا حافظين الحديث اللي في صحيح الامام مسلم: اقرب ما يكون الرب، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه؟ ساجد. ساجد مش كده؟ في كتير ما يعرفش الحديث: اقرب ما يكون الرب، الرب من عبده في جوف الليل. يا الله. سلام يا سلام. في الثلث الاخير من الليل سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل: يا رسول الله اي الدعاء اسمع؟ انا عايز دعاء ادعي دلوقتي يستجاب لي على طول. قال: جوف الليل الاخر، الثلث الاخير من الليل، ودبر الصلوات المكتوبات. صلي وادعي، قيم الليل، تعالى في الثلث الاخير وادعي. يا اخي ده ربك سبحانه وتعالى. الدعاء بيكون وانت ساجد في 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 السجده، في السجود، ولا بعد انتهاء الصلاه؟ في السجود. لا ما لا، في دعاء في السجود. تمام. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. النبي سئل برضه سؤال تاني: اي الدعاء اسمع؟ اسمع يعني ربنا بيقول لسيدنا زكريا بيكلم ربنا فبيقول له ايه: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سميع أي مجيب. القرآن يعبر بلفظ بدل مجيب يقول سميع، زي قد سمع الله قول التي تجادلك في ذلك، أي استجاب. قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. يعني إيه دبر الصلوات؟ اللي بعد ما سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وادعي بقى ربنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الله يا رب استرنا يا رب، وبارك لنا في بلدنا، واشفي كل مريض، وارحم كل متوفى، ونجح ولادنا، وبلغنا رمضان. بعد كل صلاة. عشان كده القرآن يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك إيه؟ اطلب ما عند الله. ولذلك الإنسان لما يصلي في المسجد ويخرج بعد الصلاة من غير ما يدعي، يعني الامام يسلم تلاقي ده نطت على باب الجامعه على طول خارج بره، الملائكه بتنادي عليه بتقول له: يا عبد الله استغنيت عن الله؟ اما لك عند الله حاجه؟ انت بتجري ليه؟ انت في ضيافه الملك بتجري ليه؟ عشان كده برضو من اهم واعظم نفحات رمضان الدعاء. نستمع للشيخ سواج ونرجع بقى نكمل مع الشيخ رمضان. اتفضل. الله يرضى عليك. يعني بدأنا دلوقتي بالصلاة القيام، بتعريف الصوم الحقيقي. أيوة. بالدعاء. نعم. الدعاء هو العبادة. العبادة. ولما في أدعية محببة في رمضان شهر رمضان. نعم. ولما نقرأ يعني مثلا نيجي نفطر ندعي نقول إيه؟ حاضر. لما نقرأ آيات الصيام في القرآن هنلاقي إنه ربنا سبحانه وتعالى وضع الآية اللي هي أنس وجمال، لدرجة أنها مكتوبة على ستارة الكعبة وإحنا بنطوف حوالين الكعبة كده، فبعدين تبص الكعبة تلاقي: وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب. قريب. الله. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دي موجودة
في وسط آيات الصيام، وكأنها إشارة إلى أن للصائم دعوة لا ترد. طيب النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، احنا بنيجي عند الإفطار بنقول اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا. وقبل ده أدعي بقى. طيب هناك أدعية كثيرة جدا مأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدعية في منتهى البساطة وكلنا حافظينها، من أجمل الدعوات اللي كان بيحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيه هي حسنة الدنيا؟ حسنة الدنيا الشاب اللي ما اتجوزش إن ربنا يمن عليه بزوجة صالحة، حسنة الدنيا إنه يمن عليك بدار واسعة، بيت واسع كده، إنه يمن عليك بدابة تركب عندك عربيتك، بوظيفة حلوة، بجار كويس، بصحبة طيبة، كل دي حسنات الدنيا. طب وحسنة الآخرة هي الجنة. عايز ايه تاني؟ واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. حضرتك بتعرف تدعي ومعاذ بن جبل كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، حبيب النبي، النبي كان بيحبه، بيقول له معاذ كمان بيعرف يدعي، أنا ما بعرفش أدعي، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني طب قول لي أنت بتقول إيه، سيبك من دندنتي أنا ودندنة معاذ، أنت يا أعرابي بتدعي تقول إيه؟ قال له اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. عارف النبي قال له إيه؟ قال له حولها ندندن. يعني لو أنت طلبت من ربنا وأنت صايم الرضا، قلت له يا رب رضاك والجنة، ما هو إذا رضي الله على عبد يسر له أمور دنيا ورزقه السعادة في أخرى، هو عايز حاجة تانية. بس من آداب الدعاء اللي لازم ناخد بالنا منها في شهر رمضان حاجتين مهمين قوي. الأمر الأول لا ندعو دعاء فيه إثم أو قطيعة رحم. زي إيه؟ يا محشي دي على حد. تخيل يا دكتور عمرو، أنا عايز أدعي ربنا، النبي يقول وأعلموا أن الله لا يقبل دعاء فيه إثم أو قطيعة رحم. فجيت أنا رفعت إيدي يا رب نجح العيال نجح العيال وبارك لنا في بلدنا واصلح حالنا واشف كل مريض وارحم كل ميت واخرب بيت فلان الفلاني، إلهي ما يوعى، إلهي يجي ويحط علي. الورقة كده باظت. لا يجوز. باظت الورقة. تخيل حضرتك إن أنا هقدم طلب، حد جاي يقدم لك طلب والورقة متشغبه، تقول له ايه ده ايه ده ايه ده، روح هات ورقة نظيفة، دي كده ما تنفعش. هذا امر مهم جدا. طيب رقم اتنين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. يعني قبل ما تفكر تدعي بلسانك ادعي بقلبك. يعني انا بصراحة احيانا لما بشوف ناس حوالين الكعبة المشرفة وماسك كتاب وعمال يقرا، ابقى عايز اقول له يا مسكين حضرتك بتقرا ايه؟ بتقرا ايه؟ يا عم طلع اللي جواك. يجي واحد يسالني يا دكتور عمرو ايه الدعاء المستجاب اللي هو يعني في ناس طيبه كده، يقول لك يعني آه يطلع كده يخترق الحجب. الدعاء المستجاب هو ما خرج من قلبك، اللي خارج من قلبك. عيط لربنا قول انا ماليش غيرك، انا ليا كم طلب كده وعشم كبير قوي انك هتعمله، كلم ربنا، ربنا يحب عبده ده. قال يا راجل القرآن فيه 15 سؤال يسألونك عن الساعة، قل، يسألونك عن الخمر والميسر، قل، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، يسألونك عن الأنفال قل. كل سؤال اتسأله النبي كانت الإجابة ايه؟ قل، صح؟ كل الأسئلة. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ما عدا السؤال ده. وإذا سألك عبادي عني، ربنا ما قالش للنبي فقل
ما فيش قل فإني قائم فإني بقى ما فيش وسط ما بين العبد وربه. نعم. حتى لو النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل، ما فيش مساحة هنا، فقل إني قريب، لا فإني قريب على طول أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى بقول لكل واحد وانت في رمضان ادعي ربنا، ادعي على قد ما تقدر، انت صايم وجعان ادعي ربنا، بتزور مريض ادعي ربنا، في الجامع ادعي ربنا، ولما تيجي تدعي اتعلم من سورة الفاتحة. اظن دي مش هننساها بقى، عايز ربنا يستجيب دعائك. شوف الفاتحة ماشية ازاي، اول حاجة الحمد لله رب العالمين، ربنا يقول حمدني عبدي، يا رب لك الحمد، يا رب والله انا مش عارف اشكرك ازاي يا رب، يبقى الحمد لله رب العالمين. اثنين الرحمن الرحيم، ربنا يقول ايه اثنى علي عبدي، يا ربي لا احصي ثناء عليك. مالك يوم الدين، ربنا يقول مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين. الله يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اطلب يا عبدي. فالعبد يقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قالش اهدني، خد بالك ما قالش اهدني، قال ايه اهدنا. انا عايز ربنا يكرمني ادعي ليا ولحبايبي، انا عايز عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في صحتي، اقول يا رب بارك للناس كلها، عايز ربنا يرزقني يا رب ارزق الناس كلها. ففي ملك واقف يقول امين ولك بمثل، يا رب ارحم الناس امين ولك بمثل، يا رب استرنا 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 كلنا كده امين ولك بمثل. يبقى عمم في الدعاء. انت عارف حضرتك انك لما تدعي للناس تاخد بكل مسلم حسنة؟ الله ده طبعا طبعا. ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك حاضر، وللمؤمنين والمؤمنات. انا مالي، انت لما تيجي تستغفر تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، استغفرت لهم كلهم. كل مؤمن من أيام سيدنا آدم لحد اللحظة دي تاخد عليه حسنات. الله مولانا لنا في القبور أحباب غابوا عنا في رمضان. الناس اللي غابوا عنا في رمضان وعليهم أيام صيام، هل يجوز لأبنائهم أو لأسرهم أو لأويهم أنهم يصوموا عنهم عشان يعوضوا هذه الأيام ولا إيه؟ ولا طلع كفارة؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه. مسألة الكفارة وخلافه يا دكتور عمرو، في حاجة اسمها الكفارة وفي حاجة اسمها الفدية. الكفارة دي حاجة والفدية حاجة تانية. اللي لم يستطع الصوم كان عنده أسباب صحية، خلاص ربنا بيقول على الذين يطيقونه يطيقونه. يعني إيه يطيقونه؟ الناس فهمها خطأ. يطيقونه يطيق من فعل أطاقة، وأطاقة غير طاقة. طاقة يعني قدر يعمل، وأطاقة الهمزة الأولانية دي بيسموها همزة الإزالة، يعني زالت طاقته. زي قسطة، قسطة يعني ظلمة. طيب أقسط الألف الأولانية دي بيسموها همزة الإزالة، أي أزال الظلم يعني عدل. يعني شوف، فأطاق يعني زالت طاقته، الصيام يتعبه. أو وعلى الذين يطيقون أي يطوقونه، الصيام يموته. ربنا قال فدية، ففدية طعام مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. طبعا كثير من أهلنا شغلهم الموضوع ده، إيه أكله إيه، تبدله كام، يعني فلوس قد إيه من اللي أنت بتاكل منه، طلع وجبة من اللي أنت بتاكلها أكل بيها المسكين. طيب كان عندنا الأخت بقى اللي هي اللي كانت حامل، واللي حامل في سنة وأرضعت في سنة، ادي اول ولد، وجي الولد اللي بعده اللي بترضع يبقى لا الحامل. الحامل والمرضع لها انها تفطر. اذا الحامل دي الدكتور قال لها ما تقدريش تصومي، خلاص يبقى تفطر. المرضع اللي بتقول لك انا ما بقدرش ده انا بيغمى عليا، وهي بترضع ابنها، طيب فلها ان تفطر. طيب الاصل فيهم انه فعدة من أيام أخرى هتقضي ما عليها، فطرت 10 أيام في رمضان هتبقى تقضيهم بعد كده. فنفرض إنها ما قدرتش بقى، ودي قد تكون معلومة جديدة للبعض، الحامل والمرضع والنفساء اللي لسه والدة ولا كان عليها أيام من رمضان، خلاص هتبقى تقضيهم في أيام تانية. ما قدرتش بقى، جت تقول لك لا استنى استنى، ده أنا عندي 4 عيال،
في كل عيل فطرت شهر رمضان وفي عيال فطرت فيها شهرين، مرة كنت حامل ومرة كنت برضع، فهي عليها يجي 8 رمضانات مثلا أو 6 رمضانات، 6 في 30 يوم رقم. تقولك لا 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 ما أقدرش. خلاص يا ستي افدي اطعمي عن كل يوم مسكين. واحد مات بقى كان مريض ومات ولسه ما اطعمنالوش، خلاص نطعمه. او عليه صيام، طب وليه بقى يعني الله يرحمه توفي وكان عليه 30 يوم واحنا الثلاثة ولاده، يا دكتور عمرو انت هتصوم 10 ايام ماشي وانا هصوم عنه 10 خير وبركة. ده في غير رمضان. في غير رمضان يعني واحد مات الله يرحمه واحنا عارفين الورثة عارفين انه كان عليه 30 يوم ما صامهمش لاسباب مرضيه. زي ما قلنا يعني في العمره او في الحج بعد ما تقضي الحج اول مره من حقك انك انت ممكن تحج بالنيابه عن احد الاموات. صحيح. وهكذا في العمره. والصيام كذلك. هل ممكن اجي اقول انوي صيام رمضان عني وعن والدي مثلا؟ لا، الصيام انت بتصوم رمضان عنك. عني. خلاص كده اتفقنا. الله يرحمه لاسباب مرضيه عليه رمضان. فاحنا بقى الورثه. تمام؟ احنا ولاده. امامنا امرين اتنين، يا نطعم له 30 مسكين عن ال 30 يوم، يا اما نجدول الايام دي علينا. اقولك تصوم انت 10 او انا اقول لا لا انا عايز اصوم عن ابويا ال 30 يوم. الافضل ايه؟ انا عندي كله خير. يبقى من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. خلاص نصوم عنده. انت تصوم 10 وانا اصوم 10 وابنه الثالث يصوم 10. او واحد يقول لا لا انا عايز اصومهم كلهم، خلاص مش مشكلة. فده امر يعني. يبقى احنا دلوقتي عندنا مسألتين، اللي افطر في رمضان لعذر وبعد رمضان زال العذر خلاص هيقضي معه. طب اللي افطر بدون عذر في رمضان؟ لا ده مشكلة كبيرة قوي. ايه بقى؟ ده من افطر يوما عمدا في نهار رمضان فلن يكفيه صيام الظهر وان صامه، فعليه ان يتوب توبة نصوحا لله عز وجل، والأيام اللي أفطر فيها يصومها ويتمنى ويدعو الله عز وجل ويبتهل ويتضرع لله ويسجد لله أن يقبل الله توبته. رمضان ده شهر عظيم. القرآن يقول فمن شاهد منكم الشهر إيه؟ فليصوم. اللام هنا بيسموها لام الأمر، دخلت على الفعل المضارع فجزمته فليصوم. وقبل ما يقول لي فليصوم، اللي حضرتك تفضلت بيها في بدايه الحلقه، قال شهر رمضان الذي انزل ايه؟ فيه القرآن. مش كده؟ نعم. ده قبل ما يقول لي صوموا بيقول لي ده شهر القرآن. ده شهر القرآن. طب يصوم وما بيصليش، يبقى لازم ناخد بالنا. ما انت بتشوف كده. يصوم وما بيصليش. معاك. شوف يا جماعه، الصيام ايه هو الصيام؟ الامتناع عن الطعام والشراب والشهوه من طلوع الفجر الى غروب الشمس، صح؟ اللي عمل كده يبقى صام ولا ما صامش؟ صام. طب مش عنده مشكله في الصلاه؟ اقول له بص يا حبيبي انت فله، والله انت جميل، على فكره انت مليان خير، صمت اهو، يلا الصلاه بقى. ما اجيش اقول له انت صايم من غير ما تصلي؟ فعلكش الصيام. هو انا باخده للقدام ولا برجعه لورا؟ هو اخطا خطأ عظيما. احنا عندنا صلوات 5 في اليوم، واحد صلى 3 وساب 2. اقول له برافو عليك انك صليت 3، بس الله يكرمك انت كده يعني لازم تصلي الاثنين. فاحيانا كثير من شبابنا، لا بعض شبابنا بيصوم رمضان ومتقطع في الصلاه. اقول له صيامك زي الفل، ربنا يكرمك وهيجزيك خير على انك صمت، بس خد بالك ان الصلاه ده امر مهم جدا. ده هي النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الصلاة دي عماد الدين، لازم تصلي. ما جيش أقول له أنت صايم من غير ما تصلي صيامك باطل، ما أقدرش أقول له كده. لا دي عبادة مستقلة، صام صيام صحيح، صيام صحيح. طب هو ما بيصليش، أقول له لا هذا خطر عظيم، لازم تصلي. نستمع للشيخ السوهاجي ونرجع للشيخ رمضان بعد كده. الله عايزين ننتقل الى قراءة القرآن. يعني البعض يقول لك انا ما بعرفش اقرا القرآن كويس، ما اعرفش اجود، ما اعرفش ارتل القرآن، هل اقرا بعيني ولا اقرا بلساني؟ عندنا اثنين ما بيعرفوش يقرا القرآن. واحد ما بيعرفش يقرا خالص، لا يوجد القراءة، زي اهالينا اللي هو اللي احنا بنقول عليه الامي. والامي ده يعني
زي ما بيقولوا ضبط المصنع. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. عشان كده ينسب الى الام لانه بيبقى نازل على الفطره خالص. ما بعرفش يقرا. وكثير من اهالينا شايفيننا دلوقتي ربما في صعيد مصر وفي القرى تيتا وتقول لك يا ابني انا ما بعرفش ما تعلمتش زمان يا ابني ما تعلمتش ما بعرفش اقرا. قد واحد ما بيعرفش يقرا. واحد تاني اللي حضرتك تفضلت بذكره بقى ان هو بيقرا لكن ما يعرف احكام التلاوه. ما يعرفش بقى يغن يمد وهكذا. خلينا في الجزء الاول الاول. واحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله عالجت القران فلم استطع. مش بقدر ما بعرفش اقرا. انا ما بعرفش. طيب تعالى وانا احفظك مثلا قول ورايا قل هو الله احد. بنسى انا بنسى اعمل ايه يا رسول الله. فالنبي قال له عليه الصلاه والسلام قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاتي خمس كلمات. قال له دي تجزئني يعني انا مش عارف اقرا القران. قال له قول الخمس كلمات دول. فالراجل كان جميل قوي. قال يا رسول الله هذا لربي فماذا لي. طب سبحان الله بصبح ربنا الحمد لله بحمد ربنا لا إله إلا الله بوحد ربنا الله أكبر بخبر وهكذا. هذا لربي فماذا لي. فيش حاجة ليا. قال له قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فبقول لتيتا دلوقتي اللي شايفانا عندك كده عشر كلماتهم. خمسة لربنا وخمسة لحضرتك. خمسة لربنا سهلين وكلنا بنقولهم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والخمسة اللي لينا حد يقول لي ما تخمسش في وشي يا شيخ. والله أنا مش بخمس في وشك. الخمسة اللي لينا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. كمان مرة عشان خاطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. جميل. النوع الثاني بقى الناس المحترمة الجميلة برضو زي القسم الأول برضو الناس المحترمة الجميلة بس دول اتعلموا القراية والكتابة. بيعرف يقرأ ويكتب بس ما بيعرفش يقرأ القرآن كما ينبغي. ربنا بيقول ورتل القرآن إيه؟ ترتيل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هو الناس فاهمة أردت القرآن ترتيلا. هو احنا كلنا مش هيبقى صوتنا زي صوت الشيخ السوهاجي. رتل القرآن ترتيلا أي اقرأ القرآن بطمأنينة مع مراعاة الأحكام. الحمد القراءة بالعين ولا باللسان؟ رب العالمين. ها؟ القراءة بالعين ولا باللسان؟ باللسان. باللسان. أفضل الذكر تلاوة القرآن. ربنا يقول مش القرآن ده ذكر؟ أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. الذكر حرك شفايفي. أصل في ناس تبص كده أقول له لا حضرتك حرك شفايفك. ها؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الخوف. مثلا يعني إذا كان مريض ما يقدرش يعني. بالضبط. لا ما احنا ما بنتكلمش على الظروف المرضية الاستثنائية. الضرورات تبيح المحظورات. احنا بنتكلم على الظروف الطبيعية دلوقتي. الإنسان الطبيعي اللي لسانه بيتحرك نقول له لا حرك لسانك. طيب يبقى هيقرأ القرآن بأحكامه وبطمأنينة وبتدبر. شوف احنا بقالنا كام سنة بيجي علينا رمضان بنعمل مسابقات يقول لك أنا خلصت القرآن ست مرات وأنا خلصت سبعة. عايزين طمأنينة في القراءة. فأنا بقترح وإحنا بنقرأ القرآن على سبيل المثال مثلا بص يا سيدي هات ورقة كده اكتب ماذا يحب ربنا وربنا بيحب إيه. طب جميل أدي أول سؤال. السؤال الثاني ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه تتقون. إيه هي صفات المتقين في القرآن؟ أدي السؤال الثاني. يلا هبدأ النهاردة أول يوم رمضان أهو همسك المصحف هقرأ أي كلمة هتجيلي فيها متقين هقوم ناقشها على جنب كده عشان أعرف صفات المتقين إيه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أدي صفات المتقين عرفت. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إيه تاني؟
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللي هم مين؟ الذين ينفقون في السراء. هم كتب كده يبقى انا عشان ابقى متقي لازم انفق في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. نعم. طيب والله يحب. ايوه احنا كنا برضو عايزين نبحث عن ماذا يحب ربنا في القران. هتلاقي ربنا يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين. شوف ابقى اشتغل كده، ابقى اتدبر القران، اطلع اخر. طيب انا خلصت المره دي الختمه دي، كان عرفت المتقين في القران وعرفت ان ربنا بيحبهم في القران. الختمه الجايه اعمل ايه؟ عايز اعمل حاجه كمان، لعلكم تفلحون. عايز اعرف لعلكم تفلحون في القران، عايز ابقى ناجح. هتلاقي مثلا واقيموا الصلاه واتوا وجاهدوا في الاخر سوره الحج، وافعلوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هات لي بقى كل الايات اللي فيها لعلكم تفلحون. شوف ابقى خرجت اخر الشهر يا دكتور عمرو القران، يعني العبره مش بالكم القراءه لكن بتدبر القراءه. بتدبر بالكيف. ان انا اوصل لحاجه يا حضرات، احنا مش عايزين نقرا القران امر عليه كده لا يجاوز حناجرهم، يعني مجرد انه بيعدي على شفايفي ولساني. لا، طب ايه رايك ان في سوره الكهف ربنا بيقول ولا تطع من اغفلنا ايه قلبه عن ذكرنا، ما قالش لسانه. لانه في ناس بتذكر ربنا باللسان، ده سهل جدا. امال فين ذكر ربنا بالقلب؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وانت ادي بحث كمان، انواع القلوب في القران. من أتى الله بقلب سليم، إيه القلب السليم ده؟ قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبقى القلب لازم يخاف ربنا. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يبقى في قلب خاشع. نعم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يبقى في قلب لين. شوف من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يبقى في قلب منيب. عايز أعرفه إيه ده؟ طب أعرفه منين؟ يا شيخ محمد هو بيصلي معايا العصر في الجامع، انا قريت كده بقلب منيب. يعني ايه منيب؟ يقول يعني بيرجع. يعني ايه بيرجع؟ يعني بيتوب. يعني ايه بيتوب؟ يعني لو غلط يلحق يتوب بسرعه. كل دي ملفات انا عايز اعيش في القران. هو ربنا هيسالني انت قريت القران كم مره ولا قد ايه فهمت من القران؟ في ناس مولانا يقول لك انا ما صمتش بقى قبل كده وعندي 40 سنه حاجه اصوم السنه دي، ما خلاص بقى اللي عدى خلاص بقى. هل ده له من يعني من توبه؟ هديله هديه. هديله هديه هو والغيره يعني. عمرو بن العاص الدعوه الاسلاميه كلها 23 سنه. هو اسلم عام الفتح، فتح مكه كان سنه 8 هجريه. يعني بعد 21 سنه من عمر الدعوه. الفتره دي كلها كان بيعمل ايه؟ كان بيحارب النبي، كان ضد النبي، كان بيأذي النبي. أظن ما فيش ذنب أعظم من واحد بيأذي النبي. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فلما جاء عام الفتح يدخل الإسلام، فالنبي بيبسط يده عشان يبايعه يعني ويقول أشهد أن، فقام عمرو شد إيديه قال له لا أشترط، أنا مش هخش الإسلام، لا ليا شروط، أخش الإسلام بشروط. قال له شروط إيه يا عمرو؟ قال له لا أعرف بس اللي عدى ده شكله إيه، كنت بحاربك، ده أنا كنت ضد الدين، ده كان على الشرك عمرو بن العاص، اعرف هتحاسب على السنين دي ازاي يعني. قال يا عمرو اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، كذلك التوبه تجب ما قبله، تمسح كل اللي عدى، تمسحه. لا وانتوا فهمتوني غلط، مش تمسحه يعني تمسح السيئات، ده ربنا قال فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله. تخيل، عشان كده بقول الرحمة. والله العظيم عشان كده بقول لاخواننا واهالينا واحبابنا اللي هم على عيني وراسي والله اللي كانوا مقصرين من قبل، احسن فيما بقى يغفر الله لك ما مضى، اشتغل بس في اللي جاي. ربنا سبحانه وتعالى يا اخي والله العظيم القران ده مليان خيرات. شوف في زي الكفار اللي حاربوا النبي، في يعني في حد عمل مصيبه لا. زيهم؟ طب تخيل ربنا بيقول ايه بقى؟ قل للذين كفروا ان ينتهوا
يغفر لهم ما قد سلف. ايه ده؟ ربنا هيغفر للكفار ما قد سلف، طب المسلمين هيعمل لهم ايه؟ صحيح. يعني اذا والله العظيم فكروا معايا في الايه، ربنا بيقول ايه؟ كل الذين كفروا اللي حاربوك في بدر وحاربوك في احد وصدوكم عن المسجد الحرام، ربنا قال كده في القران، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، اهو اللي صدونا عن المسجد الحرام، ربنا بيقول للنبي قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. عشان كده يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم استحى ثم اعترف، ابشر بقول الله في قرانه ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله. طيب مفطرات في رمضان، يعني في ناس مرضى كتير، اللي امراض كثيره، اللي عم ياخد انسولين، اللي بيستعمل مثلا اللي بيعمل بيستعمل معجون السنان، جميل والحمد لله، بيحط مثلا حجر للربو وبيستعمل بخاخ المناخير، الحمد لله انه ربنا فكرك وتسالني السؤال ده. شوفوا يا جماعه، مشايخنا علمونا في الازهر على الفقيه أن يختار للناس الأيسر دون الأحوط. الأيسر دون الأحوط. طبعا. نعم. طبعا على الفقيه أن يختار للناس الأيسر دون الأحوط. أنت الأحوط خده ليك، دي حاجة ترجع لك. شوف الحقن كلها الإبر كلها ما تفطرش. خلصنا كده الحمد لله. تمام. طيب. الأنسولين بقى تحت الجلد عضل وريد. خلاص اتفقنا. خلاص مبدأ. اللي المتفق عليه أن ما يفطر هو ما وصل إلى الجوف عمدا من منفذه الطبيعي. الفهم. لدرجة أنه في مسائل فقهية كده الناس لو فتحت كتب الفقه هتقراها، وما أيسر كتب الفقه دلوقتي موجودة على الإنترنت، يعني بيقول لك ماذا لو واحد قاعد كده الظهر بيعمل كده زميلة زد بلع ريقه. بيبلع ريقه. فاتضح ان الزبون ده حضرتك ما غسلش اسنانه كويس، تمام، فقامت فتفوته كده داخله بقه، يقول لك لا يفطر. ليه؟ لانها الفتفوته اللي كانت جوه دخلت امتى؟ وهو صايم وفاطر وهو مفطر. بالظبط. شوف وصلت لحد فين. فدي من المسائل الفقهيه يعني. فاللي يفطر ما دخل الى الجوف عمدا. معجون الاسنان يفطر ولا لا يفطر؟ لا لا، غسل الاسنان لا يفطر، هو دخل حاجه للجوف. بس هم في الفقه الشافعي يعني يقول لك انه الصائم يستخدم السواك عادي، يعني ده سنه يستحب، الا بعد الزوال للصائم. الفقه الشافعي يقول لك بعد الزوال، يعني بعد صلاه الظهر ما يستخدموش. ليه؟ لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. بس هو اطيب عند الله، لكنه مش اطيب عند العبد. ماشي. فمن الاداب يعني اذا كنت انا صايم وقاعد مع اخويا الدكتور عمرو بتكلم معاه، بتجنب ان انا احط بقي في وشه يعني عشان لا يشم رائحتي يعني. طب الانف، بخاخة الانف، القطرات كلها، قطرة الانف، قطرة العين، قطرة الاذن، لا تفطر. الربو اللي عنده ربو. ده طب ده هو ده اكل ده بتاع الشعب الهوائيه، نموت الراجل ما فيهاش اي مشكله. طبعا هيطلع حد يقول لك لا ان هذا يفطر، هقول له ده رايك، انما هناك راي تاني ان ده لا يفطر. طيب احيانا اهالينا اللي مبتلين بالجيوب الانفيه، واللي عنده مشكله في العين، واللي عنده مشكله في الاذن، ما يقدرش يعيش من غير قطره، ما يقدرش. انا بس عايز اللي يجي يتكلم يعني يحط نفسه مكان المريض ده، يعني معلهوش كفاره. لا 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 خالص، ولا حاجه، صيامه صحيح. أيوه. بس هو بيحس بحاجه احيانا. يحس انه ايه؟ انه في حاجه في زوره، يعني اول ما حط القطره مثلا يقول لك ده انا بحس ان في حاجه. خلاص يا سيدي، حسيت ان في حاجه يبقى طلع الحاجه دي، يعني حسيت يقول لك انا اول ما احط القطره احس بمراره في الحلق، خلاص يا سيدي يبقى طلعها. زي الاخت اللي بتطبخ وبتتذوق الطعام، لا يجوز لا يجوز، مش بتتذوق الطعام على طرف لسانها كده وبتخرجه تاني، ما فيش اي مشكله. طبعا انت مندهش. لا لا مش مندهش، بالعكس انا عارف، بس عشان المشاهدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه ده جميل وسهل وبسيط. فبنقول للناس ما 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 المضمضه، في ناس بتخاف تتمضمض في نهار رمضان، المضمضه مش حاجه تانية غير المضمضه، ياخد باله يعني يتمضمض للصلاه ما فيهاش اي مشكله خالص، للوضوء وبيتوضا، الاستنشاق بيتمضمض والاستنشاق ما فيهوش اي مشكله.
بس يحترز يعني ياخد باله عشان ما بتخش جوه. احيانا البعض مثلا يا دكتور عمرو اصل التعب ده الانسان ما بيبقاش عارف انه هيتعب يعني يعني ما حدش بيستاذنك قبل ما التعب يجي. فممكن واحد يتالم لاسنانه فمره واحده كده في نهار رمضان الحقوني درسي الحقوني فوديناه لطبيب الاسنان فطبيب الاسنان اشتغل في اسنانه دون ان يدخل شيء الى الايه الجوف. انا ما اعرفش بتتعمل ازاي انا مش دكتور اسنان يعني. اقول له طالما انه لم يدخل شيء الى الجوف ما فيش اي مشكله. المهم يا حضرات تحاول تضمن ان مفيش حاجه تخش جوه. القيء مولانا يعني اللي ان غلبه القيء تقيأ عمدا غلبه القيء غصب عنه يعني فلا شيء في ذلك. شوف يا دكتور عمرو الخارج ما فيهوش مشكله. المشكله في اللي داخل. في اللي داخل. واحد لا سمح الله نزف شوف او واحد عنده ارعاف انفه بتنزل دم او واحد عنده ضعف في لثه الاسنان فاحيانا يجي كده في نهار رمضان يحس انه في دم جاء اقول له لا 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 مش مشكله طلعه وتمضمض عادي. لو الزوج والزوجه او شاب احتلم قبل الاذان لا الاحتلام ما فيهوش اي مشكله خالص. خالص رفع القلم عن النائم يعني ده نائم. ربنا من رحمته بعباده ولطفه ويسره اباح العلاقات الزوجيه في ليله رمضان. احل لكم ليله الصيام الرفث. اذا اتى الرجل زوجته ليله رمضان ولم يسن يغتسل ما فيهاش مشكله. المشكله انه بعد اذان الا يكون هناك علاقات زوجيه بعد الاذان، قبل الاذان ما عندنا ما فيش اي مشكله خالص. هن لباس لكم وانتم لباس لهن، ولكن في اخر رمضان اذا قرر باختياره هو ان يفعل سنه رسول الله اللي هي الاعتكاف ربنا قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المسجد. اي طول ما هو يعني وانتم يعني اصل في ناس يقولوا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد يعني ما تاخدش مراتك معاك الجامع. لا لا اصل ممكن حد يفهم الايه كده يقول لك ولا تباشرن وانتم عاكفون في المساجد يعني لا لا انا مش 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 هبشرها وانا عاكف في المسجد ده انا هروح البيت. نقول له لا طالما انت ناوي الاعتكاف انت ممكن تخرج من المسجد اثناء الاعتكاف عشان تروح تجيب لك غيارين من البيت وتيجي عشان تجيب حاجه وترجع عشان تمضي ورقه في الشغل ماشي مفيش اي مشكله. انما واحد يخرج وهو معتكف في ليله رمضان ليباشر زوجته نقول له لا ربنا قال ولا تباشرهن وانتم عاكفون. نيه الصيام بقى هل لازم كل يوم ننوي الصيام ولا ننويها مره واحده اول الشهر؟ يكفي للانسان ان يبدا الشهر بنيه واحده. برضو انا بحمل للناس على الايه على الايسر لانه هو تقرا حديث من لم يبيت النيه قبل الفجر فلا صيام له. والنيه يا حضرات محلها القلب. ما انا بتسحر يبقى انا نويت يعني واحد صاحي من النوم ومراته صحته الحق بسرعه عم عبده تحت هات لنا شويه فول وراح اشترى فول وجاب الزبادي وجهزوا السلطه والساعه 2 وبياكل ده بيعمل ايه ده؟ ابقى اساله انت بتعمل ايه يا حاج؟ بتعمل ايه؟ بتسحر يا ابني. ما هو السحور نية. طبعا بوصي اهالينا واحبابنا ربنا يتقبل يا رب ويجعله رمضان مبارك عليهم ان شاء الله. ورمضان خمسة أحرف الراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان بالجنة والألف أمان من النار والنون نور من الواحد الديان. بنصح أهلنا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير. أيوة طول ما نعجل الفطر أول ما يقول ما تفعل إفطار الله أكبر إفطر على طول. بعض الناس يقول لك استنى أصل التوقيت اللي في النتيجة. يا جماعة احنا عندنا مؤسسات وهيئات مهمتها تقول لنا المغرب هيأذن الساعة كام صح ولا لا؟ صحيح. عندك النتيجة انت فين؟ اسكندرية. المغرب الساعة كام عندكم؟ كذا. خلاص يأذن افطر. والسحور نأخر السحور. تسحروا فإن في الايه السحور البركة. نعم. ما تتركش السحور ما بقدرش اكل بالليل. خد تمراية علبة زبادي كوباية لبن كوباية مية بنية السحور. لما النبي يقول لي ده بركة يبقى بركة. نعم. تسحروا فإن في السحور بركة. يبقى الإفطار هنعجل بالفطر. طبعا من فطر صائما في رمضان كان مغفرة لذنوبه
انا بقول اهو يا جماعه عشان يمكن دكتور عمرو يعزمني على الفطار ولا حاجه. انت عارف اعزمك على طول، انت تعزمني على طول. من فطر صائما في رمضان كان مغفره لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل اجر الصائم من غير ان ينقص من اجره شيء. كل سنه وحضرتك طيب، ونختم بقى بشيخ سواجي ثم الدعاء في نهايه الحلقه. عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطى، يا كريم العطاء، يا مجيب الرجاء، يا سميع الدعاء، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا اللهم جميعا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. أعنا يا ربنا ما أبقيتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك قد خلقتنا بأمرك، اللهم إنك قد خلقتنا بأمرك، وأقمتنا في هذه الدنيا بمشيئتك، فنسألك يا الله يا من خلقتنا بأمرك أن تجعلنا في هذه الدنيا لك ذكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك قانتين، لك مخلصين، لك مخبتين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالد والدينا أحياء وأمواتا، ولأصحاب الحقوق علينا، ولمشايخنا وعلمائنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تجعل مصرنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر البلاد يا أكرم الأكرمين. اللهم دفع عن بلدنا المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر البلاد يا أرحم الراحمين. اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم، يا أعدل من حكم، يا حسيب من ظلم، يا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا يحصى لها عددا، نسألك يا الله رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ولا تخيب رجاءنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت كامل الرضا عنا يا كريم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم، فها نحن يا الله قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، شهر رمضان كل عام وانتم بخير. جزاك الله خير، رمضان بخير يا دكتور عمرو. الله يكرمك حبيبي، الله يسعدك. كل سنه وحضرتك طيب يا شيخ سهاجي، ورمضان كريم عليك يا رب ان شاء الله. كل عام وانت بخير يا شيخ سهاجي، كل عام مشاهدينا الكرام بخير وصحه وسعاده، ويدع لكم الايام بخير يا رب. اجعل مصرنا امنا امانا. امين يا رب. يا رب اللي نفسه في حاجه يحققها له، اللي ما اتجوزش يتجوز، واللي اتجوز يخلف، واللي مكروب ربنا يرفع عنه البلاء، والمريض ربنا يشفي يرفع عنه. امين يا رب. امين يا رب، يشفي كل مريض. امين يا رب. امين يا رب. اسعدتونا جدا في هذه الليله الجميله، ونحن نستقبل شهر رمضان ان شاء الله. دي اخر حلقه، دي اخر حلقه بوضوح ان شاء الله، نلتقي بعد العيد بقى عليه خير ان شاء الله. خلاص نختمها زي ما النبي علمنا، وحضرتك بقى في رمضان بقى ان شاء الله في الكلام الطيب ان شاء الله، كل جمعه ان شاء الله، ونختم زي ما النبي علمنا عليه السلام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بشكركم جدا، صباح الخير.